اهلا وسهلا بحضراتكم مره تانية. حضراتكم عارفين ان بيبقى فيه زحام في اسواق الملابس الجاهزه مع قرب عيد الفطر المبارك. كل سنه وحضراتكم طيبين. وده يعني رغم برضو اللي بنشوفه من ارتفاع في الاسعار، في بعض الحالات وصلت اكتر من 75% عن مستويات السنة اللي فاتت. طبعا ملابس المستوردة يعني بلغت 100%. ايه البدائل اللي موجودة للأسر المصرية؟ ده اللي هنتكلم عليه النهاردة في البرنامج. نشوف التقرير ده ونرجع نرحب بضيوفنا النهاردة. أيام قليلة وتستقبل الأسواق عيد الفطر المبارك الذي يعقد عليه التجار آمالا كبيرة في تحريك المياه الراكدة. الملابس الجاهزة تعد من أكبر الأسواق بمختلف شرائحها التي تتوهج خلال تلك الأيام. بعد سيطرة حالة من الركود على حركتي البيع والشراء خلال النصف الأول من شهر رمضان الكريم، قرار تحرير سعر صرف الجنيه في السوق المحلية دفع أسعار الملابس المستوردة إلى الزيادة بنسبة تتراوح بين 100 و120% للملابس الصيفية وفقا للشعبة العامة للملابس الجاهزة باتحادي الغرف التجارية. وأما الملابس المحلية فقد ارتفعت أسعارها بنسبة تتراوح بين 60 و80% لاعتماد الصناعة المحلية على استيراد الغزول والأقمشة، وهو ما ألقى بظلاله على سعر المنتج النهائي في السوق المحلية. تخوفات لدى التجار من انكماش حركتي البيع والشراء بنسبة 30% عن مبيعات العام الماضي، وسط آمال التجار على كسر حالة الجمود فيما تبقى من أيام الشهر الكريم. أهلا وسهلا بحضراتكم مرة تانية. رحب بضيوفي النهاردة معانا الاثنين عبر اللايف فيو، الأستاذ محمد عبد السلام رئيس غرفة صناعة الملابس الجاهزة باتحاد الصناعات. أهلا وسهلا بحضرتك معانا في البرنامج. ومعانا مراسلنا مينا مكرم مراسل أون لايف من وسط البلد. أهلا وسهلا بيك مينا. أبدأ بيك يا مينا الأول، قول لي في بيع وشراء في السوق؟ يعني هل أنت ملاحظ ان في ضغط على الاسواق وخاصه في وسط البلد؟ نعم، نتواجد بالفعل في منطقة وسط البلد المليئة والمزدحمة بمحلات الملابس الجاهزة هذه الأوقات، ومع اقتراب عيد الفطر المبارك كل عام وكل مشاهدينا بخير وبألف صحة. من المتوقع أن تزداد حركة البيع والشراء في هذه الأوقات، ربما في ساعات اليوم النهارية تقل الحركة نتيجة تواجد المواطنين في أعمالهم وارتفاع درجات الحرارة، وأيضا عدد من الامتحانات الجاري. يعني هذه الأيام تحديدا امتحانات الثانوية العامة تحول أيضا دون نزول بعض المواطنين لشراء هذه الملابس، ولكن بعد ساعات يعني بداية ساعات الليل وتحديدا بعد يعني أذان المغرب والإفطار تبدأ حركة المواطنين أكثر في التواجد في مختلف المناطق المتواجد بها محلات الملابس الجاهزة استعدادا لاستقبال عيد الفطر المبارك. رغم هذا هناك حالة من الركود تشهدها محلات وسط البلد من المتابعة المختلفة لهذه الأسواق نتيجة ارتفاع الأسعار، وأيضا نتيجة كما ذكرنا عدد من الأمور تحديدا وجود الامتحانات في هذه الفترة، وأيضا تحرير سعر صرف الجنيه المصري أدى إلى هذه الزيادة التي وفقا لتقدير بعض أصحاب المحلات في وسط البلد من 50% ابتداء من 50% وحتى 70 وربما 100% تحديدا فيما يخص الملابس المستوردة. بسؤالنا لعدد من المواطنين لتقييمهم لهذه الأسعار، يعني الجميع أكد على ارتفاع هذه الأسعار، ومن كان يشتري أكثر من قطعة هذا العام يشتري قطعة أو اثنين على الأكثر، تحديدا أيضا ملابس الأطفال ربما لها الأولوية القصوى في الأعياد كما هو معروف، ولكن أيضا حتى ملابس الأطفال تواجه ارتفاع كبير في الأسعار سواء على المنتجات المحلية أو المنتجات المستوردة أيضا.
طيب استاذ محمد، طبعا مع الوضع اللي مينا بيقول لنا عليه وزياده الاسعار والمتابعه طبعا اللي بنشوفها، بنلاقي ان في يعني المحلي من 40% لـ75% زياده في الاسعار، والمستورد من 100% لـ120%. ليه الزياده الكبيره دي في الاسعار؟ ولو بصينا، لو هتقولي على موضوع الدولار، طب ما احنا كنا بنستورد قبل كده لما كان مقفول وكان ما كانش فيه دولار حر، كنا بنستورد باكتر من السعر اللي موجود حاليا. احنا النهارده السعر الدولار الجمركي 16.5، احنا كنا بنجيب الدولار باغلى من كده. اشرح لنا المنظومه ماشيه ازاي. الاول انا بشكر حضرتك على الاستضافه دي، وبهنيك انت ومشاهدينك الكرام وكافه المصريين بعيد الفطر المبارك، ربنا يعيده علينا ان شاء الله وعلى مصر بالخير واليمن والبركات علينا عليك. الحقيقه الموضوع معقد جدا، موضوع زيادات الاسعار اللي طرقت على السوق المحلي، وده احنا مش هنقدر ننكر ان ده سبب الرئيسي هو ارتفاع او تحرير سعر الصرف، وبناء عليه احنا كنا بنشتغل بدولار بتسعة جنيه. مجرد تحرير سعر الصرف، احنا متوسط سعر الصرف النهاردة 18 جنيه، وده اثر بشكل مباشر على مدخلات الصناعة المحلية، بالاضافة انه كان تأثيره اكبر على المنتجات المستوردة. بس حضرتك بتقولي كنا بنشتغل بتسعة جنيه وبقينا بنشتغل بتمنتاشر جنيه بعد التحرير، بس ايام التسعة جنيه دي ما كانش فيه دولار، وكنت بتجيب الدولار من السوق السوداء باغلى من دلوقتي. احنا بس عشان نفصل بين حاجتين، السلعه التامه الصنع اللي بتيجي من بره مستورده دي بتدفع كامل ثمنها بالدولار، لكن المنتج المحلي المدخلات الاجنبيه اللي بتخش فيه تقريبا بتشكل حوالي من 30% لـ50%، يعني متوسط المدخل الاجنبي اللي بيخش في السلعه المحليه تقريبا 40%. ما اخفيش على حضرتك ان في زيادات في سعر الكهرباء، في زيادات في سعر المياه، في زيادات في سعر الغاز، في زياده كبيره جدا في المرتبات بالنسبه للعمال اللي بيعملوا في قطاع الملابس الجاهزه. كل ده كان ليه تاثير مباشر على ارتفاع سعر السلعه اللي بتنتج محليا، لكن هذا الارتفاع ما بيساويش نفس الارتفاع الموجود في المنتج المستورد. المنتج المستورد تقريبا زاد بنسبه 100%، لكن المنتج المحلي زي ما التقرير بيقول انه زاد من 40% لـ75% طبقا لحجم المنتج المحلي، المدخل الاجنبي اللي بيخش فيه بالنسبه للمنتج المحلي. احنا طبعا بنسعى بشكل كبير جدا كغرفه صناعه الملابس وكمصنعين مصريين ان احنا نخفف العبء بشكل او باخر عن المستهلك المصري، ففعلا احنا امتصينا جزء كبير جدا من الزيادات اللي حصلت دي من هامش ربح المصانع اللي موجودة أو التجار، وبناء عليه احنا يعني بنسعى ان شاء الله أو بنأمل ان حجم الاستيراد قل بشكل كبير جدا، وبناء عليه الضغط على سعر الدولار ابتدى يقل، واحنا متوقعين ان بنهاية العام ان شاء الله يكون سعر الدولار انخفض بنسبة من 10% لـ15%. مفيش شك ان ده هيكون ليه تأثير ايجابي على تكلفة المنتج الشتوي، ونسبة الزيادة دي بدل ما هي من 40% لـ70% ان شاء الله تبقى من 30% لـ50% في المنتجات على الموسم القادم بإذن الله. طيب احنا ده حضرتك بتقارن بالعيد اللي فات مش كده؟ ده نمرة واحد. نمرة اتنين، حضرتك بتقول ان بتحاول تنزلوا الاسعار، انت النهاردة عندك انتوا بتمتصوا الزيادة في الاسعار، ولكن عندك مشكلة كبيرة ان من الناحية التانية ما عندكش اقبال، ما عندكش شراء، فانت يعني بتنزل السعر وبرضه بتنزل السعر ومفيش شراء. خليني اروح بس لمينا كده ثانيه واحده. مينا، انت النهارده هل لاحظت ان في اقبال على المحلات الكبيره، ولا يعني الاقبال على ايه؟ هل هو على المحلات الكبيره ولا على البياعين اللي على الرصيفه يعني؟ نعم، نتيجة يعني منذ سنوات وتم يعني إزاحة وإزالة كل الباعة الجائلين في منطقة وسط البلد بعد أن قامت محافظة القاهرة بهذا العمل، ولذا لا يتواجد عدد من الباعة الجائلين على الأرصفة تحديدا في منطقة وسط البلد، في وسط البلد إنما في المناطق المجاورة المختلفة الأخرى.
نعم، الإقبال لازال على المحلات المتواجدة في منطقة وسط البلد، فضلا عن أيضا المتواجدين على الأرصفة. حتى المحلات المتواجدة في وسط البلد هناك إقبال، ولكن العبرة بالشراء، يعني هناك إقبال ودخول وخروج من المحلات، ولكن مع يعني تراجع في نسب الشراء. وبسؤالنا أيضا لعدد من المواطنين بعد التعرف على الأسعار المتوفرة في هذا العام داخل المحلات، يتراجع يعني قرارهم في شراء الملابس، وربما في نسبة وقطع الملابس التي كان من المقرر أن يقوموا بشرائها، تحديدا لعدد كبير من أفراد الأسرة. يقتصر الأمر كما ذكرنا على الأطفال لفرحة العيد، يعني التركيز أكثر على الأطفال، يتراجعوا في الشراء نتيجة الارتفاع. هو ده اللي بنتكلم عليه يا استاذ محمد النهارده. يعني برضو اعتقد ان حضرتك هتتفق معايا ان بيبقى في مغالاه في الاسعار، يعني حتى لو المصانع النهارده بتقلل في المكسب بتاعها، ولكن بالنسبه للسوق عامه في مغالاه في الاسعار، فبالتالي انت يعني بتقف بايه؟ بتقف ببضاعه انت مش عارف تبيعها. الوضع ده هيستمر كده؟ هيقدروا التجار يستحملوه لغاية امتى بالأسعار دي؟ عايزين نوضح حتة صغيرة جدا. انت عارف حضرتك طبعا ان احنا السنوات اللي فاتت احنا مرينا بفترات ضخمة جدا من الركود في السوق المحلي، نتيجة حاجتين: نتيجة ارتفاع الأسعار وكثرة المعروض في السوق دي من ناحية، وطبعا البضائع المستورده اللي كانت موجوده بكثره شديده جدا، ده نتج عنه ركود للبضاعه المحليه بشكل لم يسبق له مثيل قبل كده. مفيش شك ان احنا كمنتجين محليين احنا يهمنا في المقال الاول ان احنا الشركات بتاعتنا ومصانعنا تشتغل، والمنتج المحلي بتاعنا يجد رواج في السوق المحلي، وده خلانا يعني احنا يعني متشوقين ان احنا ننتج منتج يقدر المستهلك المصري يستوعبه، وفي نفس الوقت ان انا يبقى عندي قدرة على المنافسة بالنسبة للمنتج المستورد اللي جاي من بره. مفيش شك ان حالة المستهلك الاقتصادية تعبانة جدا نتيجة الزيادات في الاسعار في كافة السلع الاساسية زي المواد الغذائية والمدارس وما شابه، وبقت من اخر الاهتمامات اللي ممكن يهتم بيها المستهلك هي الملابس الجاهزة. واللي كان بيشتري لابنه ثلاث قطع او ثلاث أطقم النهارده بيشتري له اثنين نتيجة الظروف الاقتصادية دي. لكن احنا ما نقدرش نقلل ولا نقدر نقول ان المنتج المحلي الراجل اللي بينتج بضاعة مصرية ده هو عنده شعور بالوطنية وعنده احساس بالظروف اللي بيمر بيها السوق المحلي والظروف الاقتصادية اللي بتمر بيها البلد، واحنا بنسعى جاهدين فعلا، وده يعني بالارقام دي موجوده عندنا ان احنا نمتص اكبر قدر من الزياده. لكن في النهايه حضرتك انا مش هقدر اشتغل وانا خسران، لكن انا بدل ما بكسب 15% انا ممكن اخليها 10، ممكن اخليها 7، مقابل ان انا امتص جزء من هذه الزياده. بالنسبه لحركه التجاره في السوق، انا عايز اطمن حضرتك واطمن الناس ان بفضل الله نتيجه ان بعض السياسات اللي اتخذتها الحكومه للحد من الاستيراد العشوائي في الفتره الاخيره، وده اعتبارا من صدور قرار وزير الصناعه رقم 43 لسنه 2016، يعني حصل انخفاض شديد جدا في البضائع المستورده اللي هي ما كانتش تليق بينا ولا يعني سعرها يساوي الاسعار اللي كانت بتطرح بيها في السوق. والحمد لله ان ده خلق مجال لبيع المنتجات المحلية، ووجد لنا مساحة في المحلات ان احنا نقدر نعرض فيها بضاعتنا اللي هي مصنعة في مصر بأيدي مصرية وبتضاهي نفس البضاعة اللي بتيجي من بره في جودتها، ويمكن جودتنا كمان افضل من البضاعة اللي كانت بتيجي من الصين.
لا لما تتكلم على موضوع الصين انت كان عندك المعضله اللي حضرتك بتتكلم فيها، وده اعتقد برضو الناس كلها كانت بتشتكي منه، موضوع نمره واحد البضاعه الرديئه اللي اتمنع دخولها، سواء من مش عايز اقول بقى من دوله معينه ولا من دول عديده كانت بتيجي، كانت بضاعه مستورده رديئه ولكن سعرها كان رخيص للغايه، ده نمره واحد. وفي الناحيه الثانيه عندك المنتجات اللي كانت بتبقى جاية المستوردة الغالية اللي الجودة بتاعتها عالية، انت عندك هنا في مصر الجودة بتاعتك اللي انت بتصدره أحسن من اللي موجود في السوق الداخلي، فانت برضو المستهلك المحلي ما هو محتاج ان هو يروح للجودة العالية اللي بتتاح عن طريق المستورد، فانت عندك مشكلة من الناحيتين، مشكلة في البضاعة الرديئة اللي سعرها رخيص للغاية اللي كان على قد ايد الناس، وعندك من الناحية التانية الجودة اللي الناس بتحاول بتدور عليها في السعر الغالي اللي مش موجود، فالناحيتين دول يعني انت هل قدرت تعالجهم فعلا زي ما حضرتك بتقول؟ هل النتيجة احنا شايفينها اللي احنا شايفينه النهاردة الناس ما عندهاش قدرة انها تشتري؟ طيب يا فندم انا عايز بس نوضح نقطتين مهمين جدا. اتفضل يا فندم. النقطه الاولانيه ان السوق لما نيجي نقسمه احنا بنقسمه لثلاث مستويات، مستوى A ومستوى B ومستوى C، او الف وب وجيم. ايوه فندم. زي ما احنا عارفين يعني على مستوى التجاره على مستوى العالم عاده ما بيبقاش كل الساده المستهلكين بيبقوا على مستوى واحد، سواء من ناحيه الذوق او من ناحيه القدره الشرائيه. فاحنا لما بنيجي نقسم القدرة الشرائية احنا عندنا المستوى ألف ده موجود في المولات والأماكن اللي هي الراقية شوية، ودي المستهلك اللي بينزل هناك بيقدر يحصل على المنتج اللي هو بيتمناه بالجودة اللي هي بيتمناها، ويقدر ياخد من ده اللي هو عايزه وبسعر منافس النهاردة أكبر يعني بكتير جدا، أقل بكتير جدا من السعر اللي بيجي من بره. بالنسبة للمستوى بي اللي هي البضاعة اللي بتباع في الأماكن المتوسطة زي وسط البلد ومصر الجديدة والمهندسين والأماكن التجارية المعروفة على مستوى القاهرة أو في الأسكندرية أو في المحافظات، دي بتلبي ذوق الطبقة المتوسطة وبتلبي احتياجاتهم من ناحية السعر برضه. يعني حضرتك السعر في المستوى A أكتر بكتير من السعر في مستوى بي، ولو نزلنا المستوى C في أسواق محددة موجود فيها المنتجات اللي بتناسب المستوى سي من ناحية السعر، وما بتفرقش كتير قوي من ناحية جودتها ومن ناحية رقيها عن المستوى بي اللي موجود في السوق. فنقطتين دول كان مهم جدا ان احنا نوضحهم، والحمد لله بفضل الله اللي انا عايز اطمن حضرتك عليه ان احنا قلنا لكل الناس المنتجين اللي في مصر ان احنا النهاردة القرارات اللي اتخذتها الدولة للحد من الاستيراد بالنسبة للمنتجات الغير جيدة دي فرصة كبيرة بالنسبة لنا كمنتجين مصريين اذا لم نستغلها الاستغلال الامثل لكسب ثقة المستهلك المصري، من حيث ان انا اقدم له منتج عالي الجودة بيتناسب مع الموضة والذوق العالمي وفي نفس الوقت سعره منافس. وانا اعتقد ان احنا الحمد لله السنة دي قدرنا نقدم اللي احنا بنقوله لحضرتك ده بشكل يمكن يعني زي ما احنا قعدنا سنوات طويلة جدا ما عندناش تكافؤ في المنافسة، او يعني احنا ما كناش قادرين ننافس المنتج المستورد نتيجة ان المنتج المستورد ده ما كانش بتدفع عليه الرسوم الجمركية نتيجة التهرب الجمركي، ولا بتدفع عليه ضريبة المبيعات، ولا محمل بأي اعباء، فكانت تكلفتنا في العادة أكبر بكتير من تكلفة المنتج لأنه مش محمل بأي أعباء. النهاردة لما المنتج ده ابتدى يخش بشكل رسمي واتمنعت المنتجات الرديئة، احنا بفضل الله احنا قادرين على المنافسة، واحنا مش هنضيع الفرصة دي من ايدينا، واحنا يعني بوعد حضرتك ان احنا زي ما ابتدينا النهاردة يمكن قدمنا جودة اتحسنت بنسبة كبيرة بقت 80-85%، بنأمل ان الموسم الجاي تبقى الجودة 90%، الموسم اللي بعده انت تعلم حضرتك ان انت كل ما يبقى عندك ماس برودكشن اكتر، كل يعني عندك انتاجية اعلى، عندك حجم طلب اعلى، عندك رواج كويس موجود في السوق بدل الركود اللي احنا كنا عايشينه،
كل ده بيساعد المنتج المصري النهاردة انه يحدث معداته، يحدث آلاته، يبقى عنده طموح انه هو يجيب احدث خطوط الموضة اللي موجودة برة، يقدر يعني يواكب هذه الخطوط عشان يقدم احسن منتج باحسن سعر للمستهلك المصري. ده كلام يرفع عشان نقدم له هذه الخدمة. ده كلام يرفع من روحنا المعنوية، وطبعا نفسنا ان هو يتحقق. هروح بس لمينا. مينا، انت كنت قلت ان هي طبعا علشان قبل الفطار فالدنيا النهاردة هادية، بس احنا ما بنتكلمش عن النهاردة، احنا بنتكلم على الوضع والمجمل يعني اذا جاز التعبير. هل حضرتك شايف ان قصة من ملاحظاتك يعني ان قصة امتحانات ثانوية عامة وظروف رمضان، ولا العبء الأكبر على القدرة الشرائية للمواطن المصري في الوقت الحالي؟ نعم، يعني من خلال رصدنا لوضع السوق المصري خلال الأيام والأسابيع الماضية بداية من شهر رمضان، عوامل عدة يعني أدت إلى هذا الوضع، لكن يأتي في المقام الأول كما ذكرت القدرة الشرائية. ارتفاع الأسعار هو السبب الأكبر في حالة الركود التي تشهدها الأسواق المصرية، خاصة في الملابس الجاهزة سواء المحلية أو المستوردة. ولكن أيضا موضوع الامتحانات ربما هو سبب ولكن ليس من الأسباب الرئيسية، ولكن حتى المتواجدين من المواطنين في الأسواق كمنطقة وسط البلد، وهي أحد أهم المناطق التي تكون مزدحمة بالمواطنين في مثل هذه الأوقات سواء قبل ساعات الإفطار أو في ساعات الليل بعد انكسار درجة الحرارة، العامل الأكبر في انخفاض عدد المواطنين وإحجامهم عن الشراء هو الارتفاع الكبير في أسعار الملابس الجاهزة. أيضا ربما البعض يوفر هذه المبالغ المالية الكبيرة لبعض الأساسيات وبعض المستلزمات الرئيسية كالمأكل والمسكن وغيرها من المرافق، ومش عارفين لسه المدارس هيدفع فيها كام السنه الجديده. مينا مكرم، بشكرك شكرا جزيلا، مراسل اون لايف من وسط البلد، بشكرك على مشاركتك معانا. استاذ محمد عبد السلام، هنطلع فاصل ونرجع نكمل مع حضرتك موضوعنا النهارده عن صناعه الملابس في مصر والاسعار اللي المواطن بيضطر ان هو يتعامل معاها في الوقت الحالي. خليكم في اسواق واعمال. اهلا وسهلا بحضراتكم معانا في الفقره الاخيره من حلقتنا النهارده. ضيفنا وضيفكم الاستاذ محمد عبد السلام، رئيس غرفه صناعه الملابس الجاهزه باتحاد الصناعات. اهلا وسهلا بحضرتك معانا استاذ محمد. بنكمل حديثنا على موضوع الملابس واسعارها وصناعتها في مصر. عايز ادخل مع حضرتك في موضوع مختلف شويه. احنا النهاردة حضرتك بتكلمني بتقولي على الجودة، ان احنا عايزين نحسن الجودة، الاسعار، ان المصانع بتقلل من ربحيتها. ولكن لما بنيجي بنبص على الاسواق المشابهة لينا بنلاقي ان جودتهم اعلى، بنلاقي ان اسعارهم ارخص. ده راجع لايه؟ هل في معوقات كبيرة بتقابل صناعة الملابس الجاهزة في مصر؟ ولو زي ايه ومحتاجين نعالجها ازاي؟ بص يا فندم، احنا لو قارنا نفسنا بالاسواق المشابهه بالنسبه لنا اعتقد ان احنا هيبقى اسعارنا مكافئه لاسعارهم تماما. خلينا متفقين ان الشرائح الجمركيه لما اتوضعت عشان تحمي المراحل اللي بين كل صناعه والصناعة التي تليها. انت عارف ان حضرتك بنتكلم على سلسلة الانتاج بتبتدي من صناعة الغزل، وبعدين صناعة النسيج، وبعدين السباغة والتجهيز، وبعدين صناعة الملابس الجاهزة. فلو بصينا على الشرائح الجمركية هتلاقي الغزل جمركه 5%، النسيج جمركه 10%، المنتجات الجاهزة جمركها 30% أو 40%. فالنسب دي، الفروق دي محطوطة عشان تحمي الصناعة دي في المراحل المختلفة. فما تيجي انت لحضرتك تشوف المنتج النهارده مثلا التركي او الصيني، لو هو اقل مني 40%،
لو حضرتك دفعت عليه الرسوم الجمركية اللي المفروض تدفع عليه ما بقتش أنا، بقت السعر متكافئ بيني وبينه. نفس الوضع بالنسبة لي لما باجي أصدر منتجي لأي دولة من هذه الدول، وعشان أطمن حضرتك احنا بنصدر منتجات كتير جدا لتركيا، بيدفع عليها رسوم جمركية هناك، وبالتالي يعني أنا بصدر له من هنا قماش، القماش اللي أنا بصدره له ده غير محمل لا بضرايب مبيعات ولا محمل بجمارك، فبناء عليه لما بيروح عنده هناك هو بيتحمل بالضرايب والجمارك، فتكلفته بتزيد عن تكلفة القماش اللي بينتج عنده محليا. وأنا عندي نفس الموضوع، لما بستورد منه منتج جاهز المفروض إن أنا المنتج الجاهز ده أدفع عليه الرسوم والضرايب المفروضة على هذا المنتج طبقا للتعريفة الجمركية. وبناء عليه لو انت قارنت الكلام ده بالاسعار المحلية هتلاقي ان الاسعار المنتج المصري اقل من اسعار المنتج المستورد. دي بالنسبة لموضوع السعر. الموضوع الاخر اللي حضرتك بتتكلم عليه اللي هو الجودة، انا احب اقول لحضرتك ان مصر بتصدر ملابس ب2.3 مليار دولار، يعني حضرتك بتتكلم انا بصدر برقم يقترب تقريبا من 40 أو 45 مليار جنيه مصري، ملابس جاهزة بصدرها لأكبر الماركات العالمية على مستوى العالم. فما تجيش النهاردة حضرتك تقول لي أصل أنت المنتج المصري جودته أقل من المنتج المستورد، لا احنا جودتنا مش أقل من المنتج المستورد، لكن أيوة انت حضرتك انت بتصدر ب2.3 مليار دولار طبقا لنوع الطلب اللي صحيح انت بتصدر حضرتك ب2.3 أيوة. مليار دولار تمام، وبتستورد بقد ايه؟ ده نمره واحد. نمره اتنين حضرتك بتكلمني على انك انت بتصدر ماركات عالميه في الخارج، وانا هقول لك بصراحه الواحد بيلاقي الماركات العالميه اللي في الخارج اللي بتتصنع من مصانع من هنا وبيشتريها من بره وبيلاقيها في الاخر ميد ان ايجيبت وبيبقى فخور، بس بيبقى زعلان انه مش لاقي نفس الجودة دي هنا في مصر، بدل ما يسافر ويشتريها من بره ويطلع عملة صعبة بره. انا موافق حضرتك، بس للأسف الشديد احنا عندنا يعني نوع من الكالتشر او الثقافة المصرية انه دايما بيفضل المنتج الاجنبي، يعني زي ما بيقولوا عندنا يعني عقدة الخواجة او الشكل البعيد بيبقى سره باتع شوية، فدي مشكلة رئيسية. النهاردة المستهلك خلاص بقى يعني محصور ان المنتج المستورد يا اما منتج عالي الجودة وذات اسم عالمي فبناء عليه تكلفته عالية جدا عليه، فابتدى النهاردة يتجه للمنتج المثيل المحلي اللي هو بيكافئ نفس المنتج المستورد ده لكن تقريبا بيساوي 25% من سعره. يعني احنا مش عايزين نجلد نفسينا، بعد اذن حضرتك خلينا نقول احنا عندنا مشاكل، احنا أيوة عندنا ما احنا مش عايزين نجلد نفسينا صح، وعندنا مشاكل انا بفضل ما اسميهاش مشاكل، بفضل اسميها تحديات. حضرتك قلت ان في بعض التحديات اللي موجوده، فاذا ايه اللي حضرتك محتاجه من الحكومه لتشجيع تلك الصناعه او هذه الصناعه؟ تمام، ان النهارده احنا عايزين نرجع الميزة التنافسية بتاعتنا في قطاعات مختلفة. احنا كان دايما عندنا ميزة تنافسية في الزراعة ومن ثم ممكن تطورها يبقى تصنيع زراعي، وفي القطن المصري ومن ثم التصنيع بتاع المنسوجات وتزود القيمة التنافسية بتاعتك. ايه اللي انت محتاجه علشان نوصل لده؟ احنا فندم زي ما حضرتك قلت كده، انت كويس ان انت يعني حضرتك يعني طرقت على موضوع مهم جدا وهو موضوع السبلاي تشين او سلسلة الانتاج. احنا للأسف الشديد زي ما حضرتك تعلم كويس قوي ان القطن المصري ما يتناسبش مع نوع الصناعة اللي احنا بنعملها النهاردة. يعني القطن المصري طويل التيلة ده ما ينتجش منه غير منتجات عالية الجودة عالية السعر. لكن كل المنتجات الدارجة اللي احنا بنشتغل عليها النهاردة اللي هي البنطلون والتيشيرت والحاجات السبور الخفيفة اللي كل الناس بتستخدمها بنسبة 80 أو 90%، وال10% اللبس الكلاسيك زي القميص الشيك قوي او البنطلون الجالي قوي، الحاجات المصنعة من القطن طويل التيلة او الاصواف المحلية اللي هي عالية الجودة، للأسف الشديد دي ما بتشكلش من حجم الصناعة المحلية اكتر من 10-15%، لكن 85% من استهلاكنا من القطن احنا بنحتاج فيه القطن اللي هو
قصير او متوسط التيلة، وللاسف الشديد ان ده لا ينتج في مصر، احنا ده بنستورده من بره. فعشان اجي اقول النهارده يبقى الدوله النهارده مطلوب منها ان السياسات تبقى متسقه في اتجاه واحد عشان نكمل سلسله الانتاج من اول زراعه القطن لغايه المنتج النهائي. ده بيتطلب تعديل بعض السياسات بالنسبه للزراعه، ان انا لازم انتج قطن قصير ومتوسط التيلة يتناسب مع نوع المنتج اللي انا عايز ابيعه. لكن انا النهاردة انا راجل بعمل حاجة حلي رخيصة التمن، مش هستخدم فيها الذهب، لكن ممكن استخدم الفضة او انزل شوية ابتدي استخدم بعض المعادن الرخيصة عشان اقدر اطلع حلي رخيص التمن. يبقى سياسة زراعية متكاملة تتماشى مع الجودة، السياسة الصناعية بتاعتك، مش كده؟ متطلبات، برافو عليك. يبقى انا حضرتك فعلا انا من هنا ابتدي اقول ان انا سلسلة الانتاج من اول اللي هي بتبدأ بالزراعة ثم صناعة الحلج والكبس ثم الغزل ثم النسيج ثم الملابس، يبقى انا هنا لو انا عايز اكمل الكلام ده يبقى انا هنا هوصل لنتيجة هائلة، وهي ان انا مدخلاتي كلها تبقى محلية، وبناء عليه الادد فاليو او القيمة المضافة اللي هتعود على الاقتصاد المصري، بدل ما هي النهاردة انا بشتري مدخلات ب40% وانا بعمل 60%، فانا القيمة المضافة عندي 60، انا عايز ارفعها تبقى 80، وعايز ارفعها تبقى 90، وعايز ارفع القيمة المضافة تبقى 100%. يبقى السبلاي تشين او سلسلة الانتاج من اول مرحلة لاخر مرحلة تبقى صناعة مصرية. في الحالة دي انا هقدر اخفض تكلفة المنتج شوية، في نفس الوقت انا هكسب وقت كبير جدا في التمويل. حضرتك عارف ان انا عشان ابعت اجيب غزل او قماش من بره، فانا بدفع فلوسه مقدما قبلها بشهرين او ثلاثة، وبنتظر ان البضاعة دي تشحن بحريا او تمشي بالعملة الصعبة وتجيلي بعد شهر ونص او شهرين، بيتم عليها اجراءات والعمرة الصعبة اللي انا بستهلكها. كل الكلام ده بيكلفني تكلفة عالية جدا وبيكلفني تمويل. فإذا لو انا قدرت النهاردة سياساتي تبقى متسقة. اتفضل يا فندم. فإذا النهاردة اللي حضرتك عايزه ان يبقى فيه تشجيع، هنا ما بنقولش دعم مادي ولكن بنقول تشجيع لهذه الصناعة وإيجاد رؤية متكاملة سواء من بداية سلسلة الإنتاج إلى الصناعة التامة والإنتاج والتصدير. أستاذ محمد عبد السلام رئيس غرفة صناعة الملابس الجاهزة، وأنا مش عايز أقول إن هم مقصرين. لا هم طبعا مش مقصرين، هم الله يكون في عونهم عندهم حاجات كتيره جدا بيعملوها، منهم هذا القطاع. الاستاذ محمد عبد السلام رئيس غرفه صناعه الملابس الجاهزه باتحاد الصناعات، ان شاء الله يبقى لنا تكمله لهذا الموضوع. بشكر حضرتك شكرا جزيلا على وجودك معنا. فاذا الموضوع نرجع تاني للتكامل في الرؤيه. بشكر حضراتكم وبكره يوم جديد وبرنامجكم اسواق واعمال. We'll be right back.